صار معي المرض وأنا في قرية أبو حمام، صرت أطلع من أبو حمام على الحشكة ولقيت واسطة سيئة، يعني يوم أطلع وأروح وأرجع على الحشكة بها صعوبة علي. ردينا انتقلنا من الحشكة على الرقة، زاد كمان غسلت 4 مرات بالحشكة، لقينا زاد صعوبة أكثر. واليوم أنا صار 10 مرات أغسل في بالكلية هون، مرتاح وعناية جيدة وأدوية جيدة، وفعلا اليوم صار لي شيء 4 أشهر 5 أشهر أروح وأرجع خميس واثنين أغسل. نعم، المريض من يوضع على الجهاز مراقبة العلامات الحيوية للمريض من ضغط ونبض وعلامات سخونة غيرها، جميع العلامات الأساسية تقييمها في طبيب، نتدخل بسرعة في طبيب متواجد، نتدخل بسرعة ننجز عملنا على أكمل وجه. لذلك الحمد لله لن يحدث عندنا خلل في مرضى قبل أن يحدث هذا المركز بسبب المادة وأجار التنقل لمحافظات ثانية، ما عندهم بقوا بالبيت وتوفوا. أنا صار لي سنتين اليوم أغسل، ما ظل عندي أي شيء نوبات، والله أجار الطريق ما بي أجار طريق. من فتح المركز هنا ما أحتاجينا، والله لونها إبرة أبر، أو التحليل على حسابنا، كل شيء على حسابنا، التحليل بي موجود، خدمات 24 ساعة موجودة، أي مواد تطلبها كلها جاهزة. وكاد نتضايق نجي بالليل والله إسعاف، الشباب ما يقصروا فورا يفوتونا على الغسيل. راح لو يريد يوجه الجهاز احنا بدنا نتشنطط، يا على حسكة يا على ابو حمام يا على الرقة، ما يظن منها.